يقول: لقد حج جماعة وأدوا جميع مناسك الحج، وعندما أرادوا أخذ العمرة بعد إتمام المناسك قال لهم أحد الحجاج الذين معهم: لا داعي لأخذ العمرة، فحجكم تام، فلم يعتمروا، علما بأنهم مفردين ولأول مرة يؤدوا الفريضة، فهل حجهم تام أم لا؟ وإذا لم يكن تام فماذا عليهم في ذلك؟ وفقكم الله لخدمة الإسلام والمسلمين. حجهم تام ما داموا أتوا فيه على الأمر المشروع، وليس من شرط تمام الحج أداء العمرة، لكن العمرة ما داموا لم يعتمروا من قبل واجبة عليهم إن استطاعوا إليها سبيلا. نعم. فمتى تهيأ لهم السفر إلى مكة ليؤدوا العمرة في أي زمن وجب عليهم أداؤها.